بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معانا امتحان محافظة الشرقية لعام 2020 من كتاب المعاصر. ولكن دايما كلنا مع بعض: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنتناول الامتحان، ولكن في البداية اللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يعمل سبسكرايب أو يفعل الجرس ويعمل اشتراك، وياريت لو كلنا عجبنا الفيديو نعمل لايك للفيديو وشير لكل زمايلنا عشان يوصل لهم الفيديو ويستفيدوا خلال الأجازة في قبل الامتحانات. دايما عندنا السؤال الأول، سؤال الليسنينج، سؤال الاستماع. Listen and circle the word with the short vowel. Listen يعني بنسمع، circle ونحط دايرة حوالين الكلمة اللي صوتها أو الصوت منها قصير. لو جينا نقرأ number one: not loot. Not loot، طبعا الصوت القصير مين؟ not. ومعظم الأصوات القصيرة عندنا بيبقى فيها حرف متحرك واحد فقط، بنحط عليها circle دايرة. Number two: bought hot. Bought hot، طبعا الصوت القصير عندنا hot. Number three: ran rain. Ran rain، طبعا هنا ran ran يعني يجري. Number four: kite pit. Kite pit، طبعا هنا pit الصوت القصير اللي ينطق بسرعة. بعد كده عندنا question number two، بيبقى سؤال listening عامل زي سؤال الإملة باللغة العربية. الكلمة اللي أنا بسمعها بكتبها، مثلا بيقول لنا هنا what does she look like. what does she look like، يبقى عندنا مين؟ look، يبقى نكتب كلمة look. number two، طبعا look هنكتبها في النقط. number two: one ticket to Alexandria. one ticket، يبقى هنا كلمة ايه؟ كلمة ticket. T-I-C-K-E-T ticket. Let's go to the cinema. Let's، يبقى عندنا كلمة let's، ويريت نبدأ بحرف كابيتال لأنها بداية الجملة. They wash the car in the afternoon. They wash، يبقى عندنا الفعل wash، W-A-S-H. يبقى question number two، الكلمة اللي أنا بسمعها هو المعلم بيقول السؤال أو استمع إلى المعلم ونكمل. المعلم الكلمة اللي يقولها بنكتبها أو نشوف اللي في الفراغ ونكمل بها الجمل. نيجي عندنا question number three: reading، بنقرأ. and write true or false. read يعني اقرأ، and write يعني اقرأ واكتب. true or false، true ونكتب حرف T تحت true، or false ولو خطأ بنعمل اف تحت كلمة فولس، يبقى ترو صح وفولس خطأ. ترو صح وفولس خطأ. نمبر 1: he is a vet. he is a vet، ده طبيب بيطري، يبقى ده ترو ولا فولس؟ طبعا ترو. نيجي عند الترو ونعمل تي يعني صح. there are three animals. there are three، يوجد ثلاثة من الانيمالز. animals يعني حيوانات. هل عندنا three animals؟ طبعا فولس، يبقى نيجي عند الاف ونعمل حرف الاف. بعد كده there is a turtle. في عندنا هنا turtle يعني سلحفاة، طبعا فولس، يبقى برضو نيجي عند الاف ونعمل فولس يعني خطأ. a vet can help sick animals. a vet، الطبيب البيطري، يمكن أن يساعد الحيوانات المريضة. ترو ولا فولس؟ طبعا ترو، هو الطبيب البيطري بيساعد الحيوانات المريضة، يبقى ترو فولس، فولس ترو، يبقى ترو صح. عندنا اتنين ترو صح وفولس، طبعا الجملة وبنكتب ترو أو فولس مقابل ليها مباشرة. نيجي عندنا على السؤال نمبر 4: read and circle the odd one. read يعني اقرأ، circle وضع دائرة، the odd one يعني الكلمة المختلفة. number 1: arm leg foot food. arm leg foot food، طبعا هنا عندنا مين اللي مختلف؟ عندنا food. food يعني طعام، طبعا arm ذراع، leg اللي هي رجل أو ساق، foot يعني قدم، كلهم أجزاء جسم، أما فود طعام فهي المختلفة. نيجي عند فود ونعمل عليها سيركل دايرة.
وممكن نحط تحتها خط في الامتحان. نمبر 2 باي فلاي ليف اي. باي يشتري، فلاي يطير، ليف يغادر، اي عين. زي ما احنا شايفين كلهم يه 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 يعني افعال، واي عين دي اسم، يبقى نحط سيركل عند مين؟ عند كلمه اي. ريد يعني اللون الاحمر، رايس اللي هو الارز، بلو يعني ازرق، جرين يعني اخضر، يبقى كلهم كولرز الوان ما عدا كلمه رايس اللي هي الارز، يبقى نعمل سيركل عند كلمه رايس. نيجي عندنا نمبر 4، طول شورت، ابل هابي. طول يعني طويل، شورت يعني قصير، أبل يعني تفاحة، هابي يعني سعيد. طبعا طول طويل وشورت قصير وهابي سعيد كلهم صفات، أبل دي تفاحة حاجة بناكلها، يبقى نعمل سيركل عند مين؟ عند أبل. يبقى كلهم زي ما احنا شايفين كلهم adjectives صفات، لكن عندنا كلمة أبل تفاحة هي اللي كلمة ايه؟ مختلفة. يبقى عندنا السؤال بنحط دايرة حوالين الكلمة المختلفة، يبقى read and circle the old one. نيجي عندنا على السؤال number 5، choose the correct answer from A, B, C or D. يعني اختار الإجابة الصح من A أو B أو C أو D. I am thirsty, let's space some juice. I am thirsty يعني أنا عطشان، let's got ولا get ولا getting ولا gets. طبعا هنا let's بيجي معاه الفعل infinitive يعني مصدر الفعل، let's الانفينيتيف اللي هو مين؟ اللي هو get، المصدر الفعل بدون اي اضافات اللي هو get، يبقى let's get. نمبر 2، what's your space؟ قال له تحرير ستريت، تحرير ستريت ده شارع التحرير، يبقى ده عنوان. يبقى what's your nurse؟ ممرضة، hospital مستشفى، seat يعني مقعد، address يعني عنوان. طبعا what's your address؟ يبقى تبقى letter مين؟ letter G. the train space at 2:30 a.m. the train leave ولا leaves ولا leaving ولا to leave. طبعا عندنا the train اللي هو it، وit ده بيجي معاه الفعل في s، يبقى the train leaves. the train leaves at 2:30. the train leaves at 2:30 a.m. number 4، a space can carry people on water. حاجة بتحمل الناس في المية، يا ترى عندنا الباص الأتوبيس ولا الكار اللي هي السيارة ولا فيري المعدية ولا ترين القطار. طبعا فيري، فيري بتحمل الناس on water يعني على الماء. نيجي عندنا للسؤال look and answer the questions، يعني انظر واجب على الأسئلة. how do you go to school؟ طبعا هنا لما نيجي نأجب سؤال زي ده بنروح شاطبين على هاو وبنشطب على دو، هاو ودو بينشطبهم، وبنحول يو إلى إيه؟ بنحول يو إلى أي، يبقى أجي هنا وأروح كاتبة عليها أي. يبقى بنكتب بنشطب هاو ودو ويو بنحولها الى اي، نحط تحتها خط ونحولها الى اي، اصبح باقي الجمله اللي هو مين؟ اي، هاو ودو شالوا، اصبح اي جو تو سكول، ها والدرجه وسائل المواصلات بتسبق بحرف الجر ايه؟ بتسبق بباي، يبقى باي باي، يبقى اي جو تو سكول باي بايك. I go to school by bike. يبقى أنا هنا أجبنا السؤال بطريقة بسيطة جدا. طبعا هنا شطبنا how do ويو تحولت ل I، اتفضل بقية الجملة هنكتبها I go to school by bike. What do you want؟ طبعا هنا بنيجي على what، بنشطب what وبنشطب do، وبرضو يو بتتحول الى ايه؟ بتتحول الى اي، يعني هاجي هنا عليها ونحط عليها اي ونقول اي وونت. اي وونت ايه ده اللي معانا في الصورة؟ طبعا ده كاتشب، يبقى اي وونت كاتشب.
I want ketchup. يبقى أنا عندنا شطبنا what و do ويحولناها ال I وقلنا I want. اتفضل لي I want هكتبها ونكتب اسم الصورة I want ketchup. السؤال number 3. Do they like cereal؟ هل هم بيحب السيريال؟ الاتنين ماسكينها. طبعا do they like cereal؟ ها ما عنديش WH نشطبها، امال نعمل ايه؟ بنأجب بيه. بدل ما فيش عندنا WH يبقى في عندنا yes او no. مرة تانية ما فيش اول كلمة فيها WH يعني ما عنديش اداة استفهام، يبقى هنأجب بيه yes او no. وبعد ما نحط yes او no بنروح مستبدلين اول كلمتين مع بعض، يعني نجيبهم نعكسهم، بدل ما تبقى دي الاولى ودي التانية اصبحت دي التانية ودي اللي هتبقى الايه الاولى. طب do they like cereal؟ ها yes ولا no؟ طبعا yes، يبقى نقول yes they do. Yes they do. Is it a baby؟ هل ده في الصورة؟ هل ده دبليو اتش؟ طبعا لا برضو، يبقى yes او no. يا ترى yes ولا no هنا؟ طبعا no، يبقى نقول no وبعدين بنحط كومة بعد yes او no، وبعدين هنا بقول لك is it، يبقى ايه؟ no it is not، ان ابوستروف تي. يبقى عندنا no it isn't، ممكن اقول it's كمان it's a canary. اصبحت الجملة عندي is it a puppy، is it a puppy؟ طبعا الصورة ده مش بوبي، يبقى نقول ايه؟ نقول no، وبعدين نبدل كلمتين مع بعض، بدل ما تبقى is it قلنا تبقى it is، it وبعدين is وno بنحط في اخرها not، يبقى no it isn't ونكتب اسم الصورة it's a canary. نيجي على السؤال number 7. look and write 3 sentences، يعني بص على الصورة واكتب 3. واحنا قلنا اصبحت في الامتحان ما اصبحتش 3 اصبحت 4، يعني دي خطأ، والصح عندنا في الامتحان ان احنا بنكتب عليها 4 sentences. لو جينا نكتب عليها 4 sentences نقول he is a man، she is a woman، it's a shop، ممكن مثلا هنا for example it's نحدد مكانه اصلا it's a shop يعني ده محل، وايه كمان he is a man ده صورة رجل he is a man، وايه كمان she is a woman she is a woman. طب ايه كمان السيدة؟ she helps the man، نكتب هنا جملة she helps the man يعني السيدة بتساعد الرجل. ممكن نقول على الرجل he is buying يعني هو بيشتري، وهكذا. يبقى تاني it's a shop ده صورة محل، he is a man ده صورة رجل، she is a woman دي سيدة، she helps the man هي بتساعد الرجل. ممكن نكتب جمل كتيرة he is a man he wears glasses يعني هو لابس نظارة، ممكن اكتب جملة جنبها كمان he wears glasses يعني ايه glasses؟ هو لابس نظارة زي ما احنا شايفين في الصورة. يبقى ممكن نكتب جمل كتيرة جدا على الصورة، وبقول لنا look and write four sentences. It's a shop. He's a man. He wears glasses. She's a woman. She helps the man. بعد كده عندنا سؤال الـ punctuation اللي هو علامات الترقيم. أحمد takes a taxi to أسوان. طبعا احنا عارفين ان احنا مطلوب مننا نطور على تلات علامات في الجملة ونعملهم، او في تلات اخطاء في الجملة في تلات علامات punctuation نعملهم. عندنا بداية الجملة يبقى أحمد takes a taxi to أسوان. طبعا أسوان دي مدينة، وطبعا نحط فلوستوب. يبقى جملة تاني أحمد takes a taxi to أسوان. طبعا الجملة ممكن نحطها في السطر اللي تحته أو تحتها. طب إيه الحاجات اللي احنا عدلناها في الجملة؟ عدلنا فيها عشان نشوفها اكتر، عدلنا احمد نحط تحتها خط، الحاجات اللي احنا عملناها او التعديلات هنا الايه وهنا اسوان وهنا الفول ستوب. لو جينا نشوف الجملة مرة تانية عندنا الايه عند احمد وعندنا اسوان الايه في اسوان وعندنا الفول ستوب في النهاية.
ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.